السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا حلوى انيقه بحشو بنين. بالنسبه للاباط تاعي راهي واجده، كنت يعني خليتها، اذا يعني متابعيني من الفيديو السابق كنت حضرت باط صابلي، درتها منها موديل وقلت لكم الموديل الجاي ان شاء الله نخبي له شويه من هاد لاباط باش ما نضلش ندير باط جديده لانه وصفه واحده. فرابط الفيديو راح نخليه لكم في التعليق المثبت، وكذلك راح نخلي لكم مقادير العجينه في صندوق الوصف. اذا ها هي لاباط صابلي تاعي، كانت في الثلاجه، خرجتها شويه باك طلقت روحها، والان راح نبسطها. انا هنا راح نبسطها بين زوج تاع اكياس بلاستيكيه باش ما نضطرش نستعمل الفرينه، وبالتالي لاباط تيبر. نديروها بالسمك يكون مش رقيق للاخر، يكون متوسط شويه. انا راح نستعمل هذا الطابع المشرشف شكل المثلث ونطبع الحبه نتاعي. اذا البنات بعد ما طبعتها بهذا الشكل حطيتها في هذا المول اللي جاي مطقب كيما هك، اختياري يعني، اذا كان مش متوفر عندكم معليش ما ديروهش، مش ضروري، هو يمد برك شكل مليح للقاعده نتاعنا. راح ندخل الصابلي نتاعي يطيب في الفرن اللي حطيت فيه سخون مسبقا على 180 درجه حتى ياخذ لون ذهبي. في هذه الاثناء راح نروح ونخدمو الجزء العلوي. اذا البنات بالنسبه للقاعده العلويه انا راح نستعمل هذا المول البلاستيكي خاص بالشوكولا، راح يتباع ب 100 دينار جزائري، تلقاوه يتباع عند الحلواني، يدير 10000. الان واش رايحه ندير؟ يعني اول خطوه هنا راح نديرها، هنا عندي 20 غرام نتاع شوكولا بالحليب، راح نذوبها في حمام مائي على جال باش ندير خطوط الشوكولا. طبعا خلي لكم طريقه تذويب الشوكولا كذلك في صندوق الوصف باه تشوفوا طريقتي كيفاش نذوبها وتحصلوا على شوكولا ناجحه. اذا هنا بعد ما ذابت الشوكولا نتاعي، لاحظوا نفرخها في هذه القاروره وندير خطوط بهذا الشكل، العشرة حبات ندخل المول نتاعي للمجمد مدة 2 دقائق، وفي هذه الأثناء راح نحضروا الشوكولا البيضاء. هنايا قطعت 50 غرام نتاع الشوكولا بيضاء إلى قطع صغيرة، وكذلك حتى هي راح نذوبها في حمام مائي، وطبعا بدون ما نديروا لها حتى إضافات. اذا البنات لما ذوبت الشوكولا نتاعي خرجت المول بعد ما جمدت الطبقه الاولى او الشوكولا البنيه، ونصبغوا بهذه الطريقه. طبعا الشوكولا البيضاء نخلوها شويه فقط، شويه مش حاجه، شويه فقط تبرد باش ما تذوبناش الشوكولا الاولى بهذه الطريقه. اذا البنات راح نعاود ندخلو مول 2 دقائق للثلاجه، وراح نحضرو بواش راح نحشيوه من الداخل. هو ما راحش يدي حشو بزاف لانه الحجم تاع المول ماهوش كبير. فهنايا جبت ملعقه كبيره معمره نتاع صوص كراميل، صلصه التوفيا، نزيد لها نص ملعقه كبيره نتاع حلوه الترك. هنا راح نبداو نضيفو الفايتين تدريجيا حتى نتحصلو على حشو يكون شويه متماسك. يعني هنا الحشو ما لازمش يكون جاري، واللي ما عندهاش الفايتين تقدر دير جوز الهند، واللي ما عندهاش جوز الهند ولا ما تحبوش تقدر دير المكسرات. هنا كيما حبيتو البنات، كل وحده واش متوفر عندها في المنزل نتاعها. هنا ديما يبقى الحشو اختياري. اذا هنا راهي مازالت شويه جاريه، راح نزيد نضيف لها
ملعقة صغيرة ونخلط ونشوف. الفايتين راهو يتباع عند الحلواني بالميزان، شريب يعني الكمية اللي تحبوا 10 ألف 20 في الكمية اللي تساعدكم، يعني هنا على حساب عدد الحبات نتاع الحلوى نتاعكم. هنا ها هي الحلوى نتاعي بعد ما جمدت، الآن نقلبها نديمو ليها بالعقل باش ما تكسليش بهذا الشكل. اذا البنات القاعدة تاعي ها هي واجدة، الطبقة العلوية ها هي واجدة، والحشو اللي راح نلصقو بيه ها هو واجد. نبدا واش ندير، نبدا ناخد الطبقة العلوية، طبعا قدكم ما ياخدش بزاف نتاع حشو، ونابليكيو بالعقل بهذا الشكل هكذا. من الافضل ليديهم سخونين يخدموها فوق حاجة باش ما تذوبلهمش بهاد الطريقة. هكذا بعد ما درت الحشو ناخد القاعدة هو نوضع عليها الحبة نتاع الحلوى نتاعي بهذه الطريقة. يعني هنايا اصلا ما كاش سباس وين نقدر نحب بار اكزومبل ندير على الحواف جوز الهند ولا كاوكاو ولا اي حاجة، فراح نخليها فقط كيما هك وراح نكملهم كامل بنفس الطريقة. اذا البنات الحلوى نتاعي راهي واجدة كما راكم تلاحظوا، درتها في الكيسات. طبعا انتم تقدروا ديروا كمية اكبر من هكا، انا فقط على جال الموديل. كل تفاصيل من مقادير وكل شيء نخليهم لكم في صندوق الوصف كذلك في التعليق المثبت. كما راكم تلاحظوا حلوة سهلة ويعني ما تطلبش مقادير بزاف ومنظرها وصفي مليح. يعني هذا كيما طلبتوا مني، احيانا نديروا هكا موديلات اللي تكون يعني شوية برستيج ماشي خلا خلا، على بالي الوقت اللي رانا فيه مش سهل نديرو يعني نخدمو حلوى اللي تكون معقدة وتتطلب يعني كثير من المراحل وكذلك كثير من الأدوات. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم ورضاكم وتجربوها وتفرحوا بها بإذن الله. هذا فيما يخص الحلوى نتاع اليوم. اذا حبيبك نوريكم واحد يعني الكريمه اللي كنت سقسيتوني بزاف عليها، كنت خدمت بها في يعني نخدم بها المملحات، نخدم بها التحليات كذلك نطلعها. اذا ها هي هذه اوبلا، نظن ماركه ايطاليه بصح مليحه، هي صح شويه زايده في البخي نتاعها، كانت متوفره نتاع 200 مليلتر ودوكا راهي ناقصه بزاف. انا على بها شريت ديريكتومون هذه تاع 500 مليلتر، نتاع 200 مليلتر كانت دير 15 ألف، الكبيره تاعها تاع لتر دير 65 ألف، ولكن كيعود يعني الاستعمال نتاعها غير تخدموا منها غير بشويه، فاكيد يعني راح تحكم لكم لوقت اطول. كما قلت لكم نستعملها في المملحات، يعني درت بها ديجا معاكم الكيش، نستعملها في وسمو في كذلك في الكريم، في التحليات لي ديزير، في الكاناج هذه ثاني نستعمل، وهذه هي كذلك اللي نطلعها تلقاوني نطلعها. هذه تطلع مليحه، نسبه الدهون فيها نظن 28.5%، هي قد ما كانت يعني نسبة الدهون أكثر من 30% تكون صالحة للحلويات. بالنسبة لطريقة الحفظ نتاعها، أنا هنايا لما نفتحها كما راكم تشوفوا منا، نعاود برك نضغط عليها هكا مليح ونكوفريها بورق فيلم، يعني فيلم بلاستيكي، نعاود ندخلها للثلاجة، نخليها في الثلاجة وهكذا نعاود يعني نفيلميها من جديد كل ما نخدم بها، وتبقى لي يعني كما قلت لكم تبقى لي اطول وقت ممكن. هذه اللي عندي دوك متوفره عندي 500 مليلتر، طنسار نتاعها يدير 35، وهي حاليا ناقصه شويه
مع يعني الظروف اللي رانا فيها، راهي ناقصه يعني قليل وين تلقاوها، ولكن شوفوا كاين بدائل، يعني كاين عدة بدائل. برك حوصوا على نسبة كتعود حاجة تاع ماكلة طبخ، يعني حاجة مالحة تكون نسبة الدهون فيها قليلة، يعني أقل من 28. أما إذا حبيتوها للحلويات فسيو ديما تكون نسبة الدهون أكثر من 30. برك هكا جاوبت على السؤال الأكثر يعني اللي يطرحوه بزاف في قناتي، وهذا هو الفيديو نتاع اليوم. نلتقي في فيديو لاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.